سناء سيف، عيلة علاء عبد الفتاح عموما عيلة تتحكم، علاء. تتحكم في السوشيال ميديا. وانا عايز اقول لك إن ان انا ما كنتش بنشق من الفتره اللي فاتت دي، عشان انا كنت طول الفتره ديت ليا التيار بتاعي اللي ماليش دعوه بيهم. يعني هم دايما كانوا كارهين وجودي، كارهين وجودي بطريقه لا تطاق، عشان انا واخد تيار معين. لا انا مش هاتف ياسر حكم العسكر، هاتف ياسر حكم العسكر ليه؟ يعني هم هدفهم الجيش، بتقول كده جزء بالزبط. اساسي من منهجهم القوات المسلحه بالظبط. زي ما قلت لك، في كان في خطتين. الاخوان قالوا احنا قادرين ان احنا نوصل بطرق انتخابات وناخد شرعيه دوليه كمان، بحيث لو حصل حاجه نقدر نشيل السلاح بشرعيه دوليه زي اللي حصل في سوريا والعراق. نشيل السلاح بشرعيه دوليه، بشرعيه دوليه. ده الاخوان بيقولوا كانوا كده. هما طبعا كانوا مفكرين السيسي فكره جهادي او كده، بس في الاخر يعني اتحط عليهم، يعني خلينا باللغه العاميه اتحط عليهم. تمام. فكره بتاع ابو اسماعيل واحرار والكيانات الثانيه كان انا مش انا عايز اورط الجيش سلاح في بحور دماء، زي ما تم توريط الجيش السوري في بحور دماء. طبعا الجيش السوري انا شايف ان هو ما كانش على درجه وعي كامله زي الجيش المصري. الجيش السوري اخطا كتير. طبعا هو غير طريقه تعامله دلوقتي خالص، وابتدى يفهم ويدرك ان دي حرب بالوكاله، ان هو مش مجرد بيحارب جماعات ارهابيه زي داعش او كده، لا ده بيحارب دول بالكامل. طبعا دلوقتي فقد اكتر من 50% في سوريا، بس بيستعيد الان السيطره بعد ما فهم بقى. خليني انا، لانه عايز اخد من كلام حضرتك وعشان ايه يبقى قدام الساده المشاهدين.